مسؤوليتي من قبل ما يجي بورقيبه بتحمل مسؤوليتي، ما عندي حتى مشكله. دونك سي كليغ. فما ناس معناتها استسهلوا الامر ودخلنا في عمليه نتاع مخرطنيه كبيره برشا وماهيش حلوه، وظهر لي كاينين عمليه اوركستري للمطربين التوانسه. يا ناس راهو المطربين التوانسه اولادكم وتوانسه ومواطنين توانسه، واحنا تصورنا الناس كل بعد الثوره باش نقفوا العباد الكل ونبنيو، مش نهدموا، مش نخربوا، مش ندور على بعضنا كل قرنيت. راهو ما يفعله سي بندير مان، مع احتراماتي لشخصه، بنديره في يده يعمل به اللي يحب هو. وهو مان، وانا ظنيته مان، تعرفش معناتها مان باللونجري، معناتها راجل مان. اللي جاني قبل انا كي كنت نقيب الفنانين في النقابه التونسيه للمهن الموسيقيه واعطيته ترخيص لمغادره التراب التونسي وقمت بواجبي معاه. اللي قاعد يعمل فيه من مقعير وكسكروت باللي دام في التلفزه ومخرطنيه ثم برشا بصراحه على اخلاق متدنيه ولات في التلفزات الكل. قال شنو؟ قال شوف انا كروفيت و7 نوفمبر وصوفيا صادق وبالامن والامان ولوتيوب شناق، راهو هذا كله مخرطنيه. يعتبروا لوم كيما خوه، يعتبروا معناها تهديد، نجم يعتبر، يعتبروا تحذير. ومن انظر فقد اعذر، ومن رجاء راهو نقضيهم العباد هذوما باسم النقابه، ومن حقي جوريديك مون بارلون نرفع بهم قضايا. فهمتني؟ باش تبدا امور امور واضحه. الاستسهال نتاع شد جيتار ما عندوش لا كلام لا لحن، هاي 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 الريق قضيه من حكايه فارغه. وعلى غني جديده اللي ظهرت توا ماركه زرستي تجعفيه توا 8 درجين امي جات، هالمواضيع هذه راهي حكايه فارغه. راهو لاهي اغاني ولاهي باش تقعد وصحابه مش صحابه، حتى صحابة سيف ما جاتش. دو سي لطفي العبدل. يا سي لطفي العبدل يا خويا داخل في المطربين يا خويا جابك لينا. هاك مره داخل في بوشناق، مره داخل في جابك لينا انت ساعه جمله. يا اخي نسيت روحك ما كنت رقاص مع الغبابي، انت جاي تتلغبب علينا احنا، وكنت رقاص مع سيام بالخوجه. عاش من عرف قدره وجل سادونه. وهو قدامي رجل المسرح ويعرف عندك اربعه نكت ربطهم بطرف تل، قلت ذوما وين منشور. انا اللي قدامك ننسى نحي الكاب نتاع كموسيقي ونلبس الكاب نتاع مسرحي، انا عملت احسن وين منشور في تاريخ تونس اسمه ترون دو جويي، ولذا عايش ولدي ششي وما تفركحش بلغه باب سويقه. واحنا رانا في باب سويقه الكلام نتاعنا في القهوه كي نتكلموا في القهوه تعمل سكتشوات وصورت منه العباد الملايين في التلفز. هذا دو تروا يا سي ترودي، انت ولدنا عاد قال رجل دق في الدرباله ولا انت مطرب ولدنا ومتاعنا. فاش قام يا خويا تجرم في اصحابك والناس كله فيولي كانه كي كان يخطب بن علي في القبه، كانت القبه مليانه بالمطربين. فاش قام يا وليدي يا سي ترودي، يا اخي نسيت روحك انت لو كان في ليلتها انت حكيت هنا في كلام الناس. يا اخي الله يفضل الناس الفيسبوك اللي هو ساعات يولي فيسبوك وجدك، اما ساعات حلو فيسبوك كشفك في ليلتها وانت مش فيولي حباري لهنا. وسامحني يا سي على انا خليتك تعبر على رايك. استنى، المكتب التنفيذي رغم عدم حضور الاطراف الثلاثه لهنا تفضل جيبهم.